زين يحتاج تغيير كلتشر كاملة في الانتربرايز كلها إذا كانت شركة ضخمة، وتحتاج برضه تخلط بينه وبين الـ 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 بين إدارة المشاريع، طرق إدارة المشروع التقليدية اللي هي زي البي ام بي مثلا، يدرس فيه البي ام بي زين. وهذا انا شيء يعني عشته انا كتجربه وجربته، ما هو سهل ابدا انك تستخدم الجاي، لكن كستارت اب اتس فيري فيري سمبل يعني مره يعني ممتاز جدا. نتكلم شوي خفيف بشكل سريع عن الايجايل. كثير من الناس يفهمون الايجايل انها ما في بلاننج، ما في امش واشتغل وكذا، هذا شيء خطا تماما زين. الايجايل فيها بلاننج، ولكن البلان اللي تحطه في الايجايل مرنه جدا مضبوط. كيف تسوي بلاننج؟ اول شيء تسوي ما يسمى بالبرودكت باكلوج زين. البرودكت باكلوج هذا فيه كل الفيتشرز اللي ابغاها، اللي ما تسمى في السوفت وير، اذا كنت تذكر سوفت وير انجينير ما تسمى بالريكويرمنتس زين، نسميها احنا هنا الفيتشرز، او لها يمكن اسم اكثر اللي يسمونه يوزر ستوريز زين. تجلس مع في طريقه لكتابه اليوزر ستوريز هذه، تجلس مع الكاستمر تاخذ منه الفيتشرز اللي ابغاها، او اليوزر ستوريز او بطريقه او بفورمات حق اليوزر ستوريز. صعب الان نتطرق لها بشكل كامل، لكن لابد انك تعرف انه في شيء اسمه يوزر ستوريز، هذه هي الريكويرمنت في الايجايل. غالبا يكون في شيء اسمه البرودكت اونر، هنا قد لا يكون ديفلوبر، يكون بزنس، الشخص اللي من سايد حق البزنس. لما تبني الباكلوج حقك طبعا ما تجلس 5 شهور تسوي ريكويرمنت، هنا خلاص قتلت الايجايل. الفكره انك تاخذ اسرع وقت ممكن اكبر كميه من الفيتشرز اللي تقدر عليها، اسبوع اسبوعين بعدين خلاص على طول تبدا مضبوط. هذا شيء مهم جدا، وهذا شيء ما هو سهل انه شو اسمه انه شخص يستوعب. بالنسبه لي في طلابي اعطيهم اول اسبوعين يروح لما الكاستمر فري، بعد كذا يو هاف تو جيف مي برودكت زين. اسبوعين يعني اسبوعين الاولى يجمع ذا، بعدين افتر 2 ويكس يو هاف تو جيف مي برودكت. بعد ما تعطيني برودكت تروح لما الكاستمر مره ثانيه توريه البرودكت هذا، تقول له وش رايك الفيتش، انا سويت لك فيتشر اول ثاني ثالث، وش رايك. هنا اهم شيء في الايجايل انك تحقق الفاليو للكاستمر، تتاكد ان الكاستمر مبسوط زين، انه فعلا تتحقق له الفاليو، ما تنتظر بعد 6 شهور اناليسز او ريكويرمنتس جاذرينج بعدين اناليسز بعدين ديزاين بعدين امبلمنتيشن بعدين تروح للرسم المشهوره حقت الشجره، ها تروح لما الكلاينت ولا الكلاينت قال لك اصلا 3-4 شغلك غلط مضبوط. فالفكره هنا انك تبني الباكلوج باسرع وقت، بعد كذا الديفلوبمنت تيم ياخذ الباكلوج هذا يقسمه سبرنتس، كل سبرنت اسبوعين مضبوط. هنا البلاننج، هذا في بلاننج، ما في شيء اسمه ما في بلاننج، يو بلان ات، تقول انا البرودكت حقي هذا بياخذ مني 8 اسابيع مضبوط، 4 سبرنتات عفوا، بياخذ مني 4 سبرنتات يعني 8 اسابيع التقدير المبدئي زين. بعد كذا تبدا البلان هذه تغير فيها على كيفك، تقسم البرودكت باكلوج السبرنتس باكلوج، كل سبرنت كل اسبوعين له جزء من الفيتشرز تنفذوا فيه مضبوط، وكل وطوال الوقت هذا تكون على اتصال مع الكاستمر، تتاكد ان الكاستمر معجب بالمنتج. طبعا ممكن في بعض الاحيان قد تكون اول 2 سبرنت تقول والله الى الان ما عندي شيء اقدر اوريه للكاستمر، يعني هذا ما هو يعني قران منزل، هذه ميزه الايجايل انه فليكسبل، فانت تاخذها على الفليكسبيليتي. اهم شيء افهم ليش الايجايل زين، وحقق الشيء هذا انك انت دائما جنب الكاستمر، تبغى تحقق الفاليو حق الكاستمر. طبعا في الايجايل الديفلوبمنت تيم هذا يوميا يسوي ستاند اب ميتينجز زين، مده 5-10 دقائق يراجعون فيها، في نهايه كل سبرنت يراجعون اللي سووه كامل مضبوط، ويشوفون القادم زين. قد يكون في فيتشرز ما خلصوها ينقلونها للسبرنتات القادمه، اذا نقلت للسبرنتات القادمه لازم تزيح الفيتشرز كلها. هنا الديناميسيتي في البلاننج في الايجايل زين، ما عاد عندك الدبليو بي اس الكبير هذا والثابت وبعدين تغير كل الدبليو، لا you just move the features to next state. أنا ودي لو نفتح هذا يمكن أوضح، بوريكم الآن مثال عملي على البرنامج اللي بنسويه اليوم هذا، والسوفت وير اللي بنسويه اليوم اللي هو سوفت وير المكتبة. أنا أترك طيب هذا الان انا حبيت اوريكم على تريلو. طيب حبيت اوريكم على تريلو، اللي منكم ما يعرف تريلو از فيري اداه حلوه جدا موجوده فري زين. فانت الان لو عندك ستارت اب ما تبغى تشتري شيء، ما عندك فلوس تشتري ذا، عندك التريلو تقدر تستخدمه عشان يكون هو في الخطه حقتك، هو اللي فيه ريكويرمنت وفيه البلان. فهنا المشروع اللي بنسويه هذا حق اللايبرري لاداره مكتبه، قسمنا بيزيكلي جلسنا انا وحسام قلنا وش نبغى من اللايبرري مضبوط. المفروض طبعا نجلس مع الكاستمر زين، فاكتشفنا ان الكاستمر هذه اليوزر ستوريز، الكاستمر قال لي والله انا ابغى اسوي لايبرري جديده
انا ابغى شو اسمه اسوي ليست للكتب اللي في اللايبراري، اشوف الكتب اللي موجوده، انا ابغى احذف من اللايبراري، ابغى اضيف. هذه الفيتشرز هذه يسمونها طبعا الصيغه هذه يسمونها اليوزر ستوري. زين، فاز يعني كانك تقص قصه هنا. زين، كمستخدم انا ابغى اسوي لايبراري. زين، بعد كذا الان اخذناها كلها مع بعض وقسمناها لثلاث سبرنتات، وبقى عندنا الباكلوج هنا الاخير، باقي عندنا في الاخير. ليش باقي عندنا؟ احنا قلنا انه حد المشروع حقنا 6 اسابيع. زين، فقسمتها 3 سبرنتات، خليت الباكلوج الاخير، قلت هذه اذا قدرت اسويها سويتها، ما قدرت اسويها كيفها، لان انا محدود 6 اسابيع، هذا فتره المشروع حقي، بعد 6 اسابيع لازم اطلق المنتج. واضح؟ بعدين اقدر اراجع البلان كلها كامله. ففي بلان، البلان هذه موجوده فيها الاوقات، في كل الاشياء هذه. تمام؟ نرجع للسلايد. معلش افتح الجيره. ايه طبعا اللي منكم يبغى يستخدم في اداه افضل ان اوريكم هذه جيره. الان جيره طبعا تدفع عليه اظن $10 بالشهر الى 10 مبرمجين. زين، افضل بكثير من تريلو طبعا، مخصص تريلو، مفتوح لاشياء كثيره تقدر تسويها بما فيها يعني السوفت وير ديفلوبمنت، لكن الاشياء كثيره لمتابعه مهامك، لكن جيره مخصص للايجايل ديفلوبمنت. زين، فهذا مشروع فعلي انا يعني مشروع يشتغل عليه حسام، انا اشرف عليه. زين، ففي هذه سبرنتات الان، احنا واصلين سبرنت 5 الان. زين، مع الكاستمر. فهذه سبرنت 5 لو تنزل شوي، في اشياء خلص منها في سبرنت 5، هذه سبرنت 6 وهكذا تحت. مضبوط. الميزه هنا اني انا اقدر اكتشف مع الكاستمر ان الفيتشر هذه والله مهمه، المفروض ما تكون بسبرنت 7، فاقدر ارفعها سبرنت 6 واشيل من سبرنت 6 سبرنت 7. والاهم من كذا انه لو تروح انه في ريبورتنج الان، انت كبروجكت كيف تعرف انك ماشي صح، كيف تعرف ان التيم حقك ماشي صح وفي يعني والاداء حق التيم جيد. ففي عندك ما يسمى بالفيلوسيتي. زين، والفيلوسيتي تحسب لك اداء التيم. طبعا صعب اشرح الفيلوسيتي، لكن على الاقل اعرف انه في شيء اسمه فيلوسيتي، ممكن ترجع انترنت تشوفه، تشوف تفصيلات اكثر عن الفيلوسيتي. فهذه الفيلوسيتي عند حسام، تلاحظون ان الفيلوسيتي كل ما لها تقل. زين، فمعناته ان حسام الان عنده مشكله. زين، في هذا، فلازم انا اجلس مع حسام اقول له حسام واتس جوينج اون، ليش في مشكله، ليش الفيلوسيتي حقتك او سرعه التطوير جالسه تقل. زين، طيب ننتقل للسلايد. ايه هنا، تأكد من النت بس انك نشوف. طيب مش اللي معنا. طيب طيب الان شفنا البلاننج، الجزء البلاننج. زين، وجزء منهجية ادارة المشروع من المثلث اذا تذكرون. الجزء الثاني من المثلث الان هو ادوات ومنصات التطوير. زين، طبعا انا عندي الان حطيت لكم قسمت الادوات اللي ممكن تستخدمها، ما راح تستخدم كل الادوات هذه. زين، قسمتها الفئات. مضبوط، كل فئة تختص بحاجة معينة في إدارة تطوير المنتج. طبعا عندي هنا سلايدين، السلايدات موجودة اللي ممكن يبغى يرجعها. نبي نحاول نشوف بعض الفئات هذه بشكل سريع. زين، عندك مثلا التخزين وإدارة الكود، تطوير المنتج، لغة البرمجة نفسها اللي تبغى تستخدمها وهكذا. نبي نبدأ الآن بالديمو، بالأكشوال ديمو، ونشوف أول واحد اللي هو بيئة التطوير. إيش بيئة التطوير اللي تبغى تستخدمها؟ كثير مثلا يعرفون فيجوال ستوديو او اكليبس، صح؟ انا اليوم بوريكم بيئه غير، البيئه اللي اسمها كلاود 9. مضبوط، فخل نروح مع حسام يفتح لنا الكلاود 9. ما راح يوصل. يوصل عشان شو اسمه عشان كم بس. هذا بالنسبة أكمل على كلام دكتور معاذ، هذا الكلاود 9 IDE متكامل، يشمل لك الكومبايلر، الباكجز اللي تحتاجها في لغه معينه، انتجريشن مع اذر تولز مثلا الجيت اذا تبغى تسوي فيرجن كنترولينج للكود عندك، هيروكو للبرودكشن،
سم أبشر. فزي ما قلت لكم هذا كلاود 9 IDE متكامل. ممكن بعض منكم يشتغل أكيد على فيجوال ستوديو، إكليبس، نت بينز. نت بينز عندك وين؟ انستليشن على الجهاز 300 ميجا تقريبا 400 ميجا، بعض النسخ النت بينز توصل إلى 1 جيجا تحمل فيها جميع الباكجز عشان تشتغل على جهازك. طيب طلعت من البيت رح تشتغل في مكان ثاني، تبغى تغير جو واشتغلت في كافي، انقل معاك الجهاز. إذا هو ديسكتوب يا تنقله معاك يا تشتغل في البيت. بالنسبة لكلاود 9 لا، جميع عملك وجميع شغلك على كلاود، تشتغل من الجهاز هذا ماك او اس، تشتغل جهاز ثاني لينكس، جهاز عاشر ويندوز، هم كلهم يشتغلون على كلاود 9. لاحظوا انه هذا طبعا كروم، هذا احنا اليوم كل شيء بيقول كلاود كلاود اوفر ذا كلاود، يعني تقريبا لو معك اضعف جهاز يور فاين، شغلك ما يكون احسن ما يكون. تفضل. اضافه ثانيه، مثلا انت وزميلك قاعدين تشتغلون على مثلا الجوريثم، طبعا الجوريثم معين في كود معين، مثلا ويب سيرفيس معين، تبون تعملون بير بروجرامينج، تسوون لوجن اثنينكم على الكلاود 9 واثنينكم شغال على نفس اللاين مثل جوجل دوك. طيب الان مثلا نبي ننشئ ورك سبيس. ورك سبيس هنا هو بالضبط هو ماشين، شركه كلاود 9 اللي هي الان تابعه لامازون تعطيك ماشين او تعطيك راك معين. اذا تبغى تدفع فلوس تعطيك راك، تدفع لهم فلوس اكثر يعطونك مين فريم، تبغى تعطيهم فلوس اكثر يعطونك فيرتشواليزيشن وكلاسترنج، فانت تختار من الخدمه اللي تبغاك. أنا كطالب أو أحد كان عندك ستارت اب يبغى يسوي ورك سبيس بسيط جدا فور فري، ما يدفع عليه أي تكاليف أو نقدا، يحل لك مشاكل الأوبريشن، التشغيل، الصيانة، أنت مالك دخل في الأوبريشن الصيانة، السكيورتي أنت مالك دخل في السكيورتي، أي شيء بالنسبة للأوبريشن كلاود 9 هي اللي تعتني فيه. نبغى ننشئ ورك سبيس. طب هذا ورك سبيس عملته للتستنج، لو تلاحظونه هنا معطيني 1 سي بي يو، معطيني 512 للرام، ميجا بايت للرامز، ومعطيني 20 جيجا مثلا كتخزين. بسمي مثلا هذه مثلا الورك سبيس، بسميه مثلا برمج اس اي 1 ديسكريبشن. هنا تقدر تكتب يعني اي ديسكريبشن تحتاجه. الهوستد ورك سبيس، هل تبغى عندك الهوستد انه انت تبغى تعمل ورك سبيس جديد تنشئه من الاصل، او تبغى انك تسوي كلون تجيب ورك سبيس اوريدي اكزيست يعني سابقا، او تبغى تعمل مثلا ريموت اس اس اتش، يعطيك اكثر من خيار انك تبدا فيه ورك سبيس الجديد. احنا لا، نبغى نعمل واحد جديد هوست على كلاود 9، ما ابغى اجيب شيء من برا، وابغى بابليك، انا مع الاوبن سورس دائما. هل تحتاج في البدايه انك تثبت مثلا الجيت او ميركيوريال تولز عشان تعمل فيها الفيرجن كنترولينج؟ نعملها لاحقا. الان اختر اللغه او البيئه اللي انت تبغى تستخدمها. عندك مثلا HTML5، نود جي اس، بي اتش بي، اباتشي، بايثون، جانجو، وريفر. احنا نبغى نبدا بالريلز. راح نبدا بروبي اون ريلز. ايه يعطيني اسبكت ريشيو، خلنا اجرب. اذا بكليك انا مغير فانكشناليتي حقتها. فالان قاعد يعمل لي، طبعا اول مره مثلا تشوف تلاحظ انه الورك سبيس يحتاج وقت، هو الان قاعد يحجز لك مساحه عنده، يعطيك ريسورسز معينه، قاعد ينشئ لك في البدايه. كيف؟ هذه فيرجوال ماشين. هذه على كلاود. على كلاود ما لها دخل. لا 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 مور مور، الحين بنتكلم اكثر عن الموضوع هذا. انسى الفيرجوال ماشين، اسهل. هذا ابلكيشن على الكلاود. نفس الاي دي اي الان انت تاخذها كسوفت وير از سيرفيس. مضبوط؟ عشان انت تسوي سوفت وير از سيرفيس. واضح الفكره؟ لا تشيل هم السيرفر، انشاء ما تشيل هم اي شيء. انت لك اي دي اي على الكلاود، كيف يصير شو يصير من وراء زين جوجل دوك، ما لك اي دخل فيه، في فيرتشوال ماشين، في نوتس، في ما لك اي دخل فيه. لان هذه البلد ان شاء الظاهر، بس انا ما
طيب انا انشا لي ورك سبيس جديد, اعطاني 1 سي بي يو رام 512 للرام, اعطاني 2 جيجا كهارد ديسك. هذا لك الحد ك استخدام فري بيزك, هذا يسمونه بيزك تير, هذا اقل شيء تقدر تاخذ مثلا ب 19 ب 9 عفوا دولار بالشهر, يعطيك ريسورسز اعلى, توصل تقريبا الى في بعض يعني الهوستنج وبعض الشركات توصل الى 3000 دولار بالشهر, بس يعطيك 3000 دولار يعطيك مالتي كلاسترز, يعطيك يعني امور كثيره مثلا ضد الدوس اتاك. انت مثلا انت ما تبغى تدفع لك, تجيب لك سكيورتي اكسبرت من برا تقول مثلا سوي لي مالتي كلاسترنج, انا ابغى عندي ابلكيشن ودائما يهاجموني ناس كدوس اتاك, تقول خلاص انت عطنا الدراهم وحنا نسوي لك كلاسترنج كامل وانت ما عليك من الاوبريشن حقته وضمانه, يعني في عندهم ضمان وعندهم سيرتيفيكت انه اذا صار سيرفر داون ولا اي شيء ترى احنا نعوضك بفلوس عن خسائرك, اذا كنت مثلا عامل اي ستور احنا نعوضك مثلا على الخسائر اللي راح تدفعها. طبعا كلاود 9 طبعا كانت شركه يعني ستارت اب, كان بدات عن طريق طلاب طالبين من ستانفورد, وانباعت في 2013 لامازون ب 7 مليار دولار. طبعا الان هو انشا لك كلاود 9. الان كلاود 9 انشا لك زين. الان قبل ما ندخل نشوف الابلكيشن حقنا زين, الان ما لك دخل سوفت وير سيرفيس شيء, عندك ابلكيشن هنا تمام مضبوط. فنبغى نشوف الاركتكتشر حقت الابلكيشنز حقت روبي ان ريلز, واضح؟ ايه. فنبغى نشوف الان الاركتكتشر حقت الابلكيشنز حقت روبي ان ريلز تمام. طيب اول شيء المفاهيم القديمه, اذا كنت مبرمج يعني لك فتره زين, المفاهيم القديمه ما تغيرت, احنا نبني عليها الان, ما في شيء جديد يعني نهائيا, احنا